خفيف في العدة وحتى على المعدة بدون دقيق أبيض ولا فينو لمحبي البطبوط صحي خفيف ومهوي بدقيق القمح الكامل بدون دلك شهوة منه بأسهل وأروع طريقة للتحضير. لهذا سيدتي تبعي معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يجزيكم بخير، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا ومئة ألف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا القناة ويعجبهم أكيد المحتوى. مع اليوم اللي يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصويرية. وكالعادة قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبداو ببركة الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير. وأول حاجة كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا في القصرية دقيق القمح الكامل، يعني الزرع بنخالته، يعني ما مغربل ما والو، يعني الزرع الكامل بالنخالة ديالو، يعني لمحبي البطبوط الصحي 100% هذا هو بدون إضافات نهائيا، ما كنضيفوا له لا دقيق الفرس الأبيض ولا فينو. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا تقريبا واحد 400 غرام ديال الدقيق، وانتم غادي ديروا الكمية اللي بغيتوا. كندير هنايا معلقة كبيرة من الخميرة ديال الخبز، كذلك كندير هنايا الملح حسب الذوق، ما كنديروا لا سكر لا عسل. كيف ما كنعرفوا الدقيق القمح الكامل اي الزرع تيكون هو حلو نفسه بنفسه، يعني فيه واحد الحلاوه ديالو مميزه. واكيد هنايا كنحتاج الماء الدافئ، الماء العادي الدافئ اللي كنعجنوا به الخبز. كنبقى نضيف هنايا الماء بالتدريج، يعني ما نزعموش على الماء بزاف وما نطلعوش العجينه من الاول تكون قاصحه. كيف ما كنعرفوا الدقيق القمح الكامل بالنسبه للمبتدئين اللي اول مره غيجربوا يعجنوا بالدقيق القمح الكامل بدون اي اضافات ما كيبغيش الدليك ولا العريك نهائيا، الا دلكناه وعركناه كيجينا مدقص ومعجن. لهذا كنبقاو نضيفوا الماء بالتدريج وغير كنلمو كيف ما كتشاهدوا في لا فيديو، يعني غير كنحاول نجمع داك الدقيق مع بعضياته وانا كنزيد في الماء. الماء دقه دقه وحنا كنجمعوا، يعني ما نفوتوش فيه الماء بزاف. كيف ما كنعرفوا دقيق القمح الكامل كي ما كيشربش لينا السوائل، يعني بحال دقيق الفورس او الفينو، يعني نديروا عيننا ميزاننا وحنا غير كنجمعوا. كيف ما كتشاهدوا معايا راه ما كندلكهاش، يعني داك الدليك وما كنعجنهاش غير كنجمعها فقط. كيف ما شاهدتوا معايا ما ضفنا لا سكر ولا عسل ولا زيت، يعني غير الخميره والملحه فقط ودقيق القمح الكامل. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نجمع هذا العجين ومن الاحسن نطلعوها شويه تكون لينه ما تكونش يابسه او ناشفه بهذا القوام هذا، ونتمنى الصوره تكون واضحه والشرح كذلك اوضح بالنسبه للمبتدئين. كيف ما كتشاهدوا معايا غير كنلموها غير كنجمعوها، وكنأكد على المبتدئين ما تدلكوها ما تعركوها، غير جمعوها جمعه هكا خفيفه كيف ما كتشاهدوا معايا، وهذا هو القوام اللي خصني نحصل عليه. كنجيب هنايا واحد المنيديل او سريبيته او فيطه وغادي نغطي عليه ونخليه حتى يختمر. كيف ما كنعرفوا دقيق القمح الكامل ما كيبغيش لينا يخمر بزاف سينو كيحمض لينا وكيولي فطير كيف ما كنقولوا بهذه العباره. غنخليه تقريبا 10 ديال الدقائق، 10 دقائق راها كافيه ووافيه باش كيضاعف الحجم ديالو وكيختمر لينا. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما دازت 10 ديال الدقائق مباشره كنحيدو من القصريه ونجيو نديرو واحد الطريقه ساهله بلا ما نبقاو نقرصو ونقرصو، يعني هذه الطريقه كنحضروا بطيبطات في اسرع وقت ممكن. كناخذ كذلك الدقيق القمح الكامل، هو النيت اللي عجنت به، هو النيت اللي كنبسط به العجين وكنطلق به العجين. عندي هنايا الكاس من عبر كاس ديال العنبه، وانتم قطعوا بالقطاعه اللي بغيتوا بالكاس بالزلافه على حسب الحجم اللي بغيتوا ديال البطيبطات. غير باش كنشارك معكم القياس اللي شفتوا في اول فيديو قطعتهم بعبر كاس ديال العنبه. كنحاول نبسط العجين ما نبسطهاش رقيقه رقيقه كيف ما شاهدتوا معايا، غير كنحطها كتله واحده وكنقرصها غير واحد شويه، وكنجيب هنايا الكاس وكنطبع وكنحيد داك الزوائد نفضهم شويه من داك الدقيق ديال النخاله ونرجع نقرصها ونطبعها بالكاس او بزليفه او بالعبار اللي بغيتو بنفس الطريقه. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه الطريقه جد جد عمليه وسريعه، يعني كنحضروا واحد الكميه ديال البطبوط في وقت وجيز. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما طبعناهم بالكاس كنجي لهنايا المرحله ديال التقراص. المرحله ديال التقراص ما تخافوش منه نهائيا، غير قرصوه شحال ما رققتوه كينتفخ معنا منين كنكونوا كنطرحوه في المقلاه، يعني شحال ما قرصناه ما كيجيناش
معجن وما كيجيناش مدقص، وكيف ما كتشاهدوا معايا العجينه ديالنا راه رطبه يعني ما ناشفاش وما يابساش، يعني كيتطلق لينا وكنقرصوه بكل سهوله. وكيف ما شاهدتوا معايا هذا هو الحجم باش طبعت بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، وهذا هو السمك او الرق باش كنقرصوه. كنقرصوه غير بيدينا، ما كنحتاجوا لا مدلك ولا حتى شي حاجه نهائيا. وبهالطريقه هذه كنكونوا كملنا بطيبطات ديالنا، يعني الكميه اللي خدمناها خدموا حتى كيلو ديال الدقيق تنكملوها في واحد الوقت قياسي، واحد الوقت وجيز. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نقرصهم وكنحطهم وحده حده وحده، كنفرش لهم واحد السريبيته او واحد المنيديل وكنفرشهم بلا ما نغطي عليهم. كنبدا باللوله مباشره، غير كنقرصهم كاملين كنبدا باللوله، ما كنتسناش عليهم لا يخمروا لا ساعه ولا نص ساعه، يعني في داك الغضون ديال ملي كنقرصهم كاملين وكنوضعهم كندير المقلاة ديالي تسخن مزيان مزيان وكنبدا باللوله اللي قرصت. المرحله ديال الطهيره مهمه جدا، كنديروا المقله ديالنا تسخن بلا ما نحتاجوا المقله الثقيله نهائيا، مقله عاديه المقله الخفيفه هي اللي كتصدق في هذا البطبوط ديال اللي كيجينا مهوي ومفشفش او بطبوط البالون، يعني المقله الخفيفه العاديه كنديرها تسخن مزيان مزيان وكنوضع البطيطات ديالي يعني وحده تلو الاخرى. من كنوضعها مباشره كنحسب ليها غير شي ثواني، غير كنوضعها كنبقى نقلب ونشقلب فيها من جهه تلو الاخرى، والنار تكون يعني عاديه في الاول، تكون المقله ديالنا سخونه مزيان مزيان والنار تكون متوسطه وحنا كنقلبوا. يعني منين نوضع البطيطه ديالي ما نخليهاش ما نتسناش عليها حتى طيب، يعني غير كنوضعها كنحسب ليها واحد من با واحد الثواني وكنبقى نقلب ونشقلب فيها كيف ما كتشاهدوا معايا في لا فيديو. نتمنى الشرح يكون واضح والصوره كذلك اوضح. انا كنقلب فيها وهي كتنفخ من الجهه الاخرى. كيف ما كنعرفوا دقيق القمح الكامل ما كياخذ ليناش داك التحميره ولا نتسناو عليه يتحمر بحال دقيق الفورس او الفينو، يعني غير كيذهب لينا وكنحسوا به بانه طاب وكيطيب لينا يعني دغيا، صافي تنحيدو. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقلب ونشقلب فيه وكنحيدو، كنكون ديجا مفرشه واحد المنيديل او السريبيته اللي كنوضع فيها هاد البطيطات ديالي، والصوره راها قدامكم وخير دليل. كيف ما كتشاهدوا معايا البطيطات ديالنا كيجيونا مهويين ومفشفشين، يعني ما مبضعينش وما مدقصينش بدقيق القمح الكامل بدون اي اضافات شهوه منه، باسهل واروع طريقه ديال التحضير، خفيف على العده وحتى على المعده. نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. كيجي كساندويتشات رائع جدا، وحتى الناس اللي كيبغيو التغماس وما كيقدوش على يعني داك البطبوط اللي تتكون فيه البضعه ومبضع الناس ديال الريجيم وديال الحميه، هذا ليكم. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي من اروع ما يكون، واللي عمرها ما نجح ليها البطبوط البالون بدقيق القمح الكامل هاد الوصفه سيداتي ليك. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وتبعوا معايا المكونات والمقادير وكذلك الطريقه ديال الطه ديالو، راها مهمه جدا باش كينتفخ معنا وكيجينا مهوي وخف من خفيف. ونصيحة اللي نأكد عليها بالنسبة للمبتدئين، دقيق القمح الكامل ما كنعجنوه ما كندلكوه، يعني كيف ما شاهدتوا معايا في بداية لا فيديو كيفاش غير جمعنا لمينا العجين باش كيجينا مهوي وخفيف ومفشفش. حضري الكمية اللي بغيتي واحتفظي بها اكيد في واحد بلاستيك ديال المجمد وقت اللي بغيتي، غتلقايه حاضر ناضر. كنشكركم متابعة والى اللقاء في وصفة مقبلة ان شاء الله.